إلى العراق، حيث هدأت الأمور هناك خلال الأيام الماضية من أجل ضمان أن يمر هذا المشهد بسلام ذكرى الأربعينية. فلا أحد في الداخل أو في الخارج كان على استعداد لتحمل مسؤولية فشل هذه الزيارة، وتبدو الأمور في طريقها للسخونة مرة أخرى مع خروج دعوات جديدة للتظاهر من أجل إسقاط البرلمان وبدء عملية سياسية شاملة. واعتبرت اللجنة المركزية للتظاهرات في العراق أن العملية السياسية باتت ميتة سريريا ولا بد من تغييرها. في المقابل تحاول القوى الرئيسية بث الروح في هذه العملية في أنباء عن زيارة رئيس البرلمان ورئيس إقليم كردستان ورئيس تحالف الفتح للصدر قريبا لتحريك الأمور. ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي لن يكون ضمن الزائرين، لكنه رحب بأي اتفاق يضمن مصالح الإطار والتيار دون أن يتعارض مع الدستور.